مشاهدي بلقيس اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده. في حلقتنا لهذا الاسبوع سنناقش محورين هامين يتعلقان بظاهره حلم الهجره التي انتشرت في اوساط اليمنيين بشكل كبير في الفتره الاخيره. المحور الاول سنناقش فيه ابرز الاسباب التي تجعل من الهجره الى الخارج الهدف الاول لمعظم اليمنيين والصعوبات التي تواجههم اثناء ذلك، ابتداء من الحصول على تاشيره الدخول الى دول الخارج، مرورا باسعار التذاكر المرتفعه والمطارات المغلقة. أما في المحور الثاني فسنناقش في هذه الحلقة من برنامج المنصة الصعوبات التي يواجهها المغتربون اليمنيون في دول المهجر ودور الجاليات والسفارات اليمنية والقنصليات في تسهيل هذه الصعوبات أمام المغترب اليمني. قبل البدء بالنقاش نشاهد التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي عن موضوعي هذه الحلقة. لا بد من الهجرة وإن طال السفر، هكذا يكون البيت الشعري أكثر قرباً إذا تم إسقاطه على واقع المواطنين في اليمن، حيث أصبح حلم الهجرة الهدف الأول لمعظمهم. يعود ذلك لأسباب كثيرة، لعل أهمها الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد عقب انقلاب تحالف الحوثي والمخلوع على الدولة. فنسبة الفقر والبطالة خلال العامين الأخيرين وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أن عرفت البلاد ذاتها. أسباب أخرى تأتي بعد ذلك تتمثل في طموح أغلب الشباب في إكمال دراستهم العليا في دول الخارج. مجبرون لا طواعية هاجر الكثير من اليمنيين بعد الانقلاب، حيث عمل الانقلابيون على مطاردة وسجن كل من يعارضهم مما اضطرهم للهجرة طلبا للنجاة. أصبحت الهجرة حلما تحقيقه لا يقل صعوبة عن البقاء في الوطن، حيث يمر الراغب بها بالكثير من الصعوبات، لعل أبرزها توقف المطارات وارتفاع سعر التذاكر والصعوبة الكبيرة في الحصول على تأشيرة دخول إلى معظم دول العالم. وإن حدث واستطاع أحدهم اجتياز هذه الصعوبات ينصدم عند وصوله إلى البلد المنشود بصعوبات لا تقل قسوة عن تلك التي واجهها في وطنه. تبدأ من صعوبة التأقلم مع البيئة المحيطة به في دولة المهجر، وتمر بصعوبة الحصول على إقامة يليها إيجاد فرصة عمل بالكاد تكفيه لسد ثقوب حياته، ناهيك عن تلبية السبب الذي هاجر من أجله والذي يتمثل في إعالة أسرته. الحكومة اليمنية لا تولي أي اهتمام للمغترب في دول المهجر، حيث أن أغلب السفارات تغلق أبوابها في وجوههم، وإن فتحتها فتحتها على التسويف واللامبالاة. وما بين حلم الهجرة وتحقيقه يقف المواطن اليمني حاملا الشقاء على أكتافه، موليا وجهه لبلد لا تعرفه وظهره لوطن لا ينصفه. إذا تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة حول ما هي الدوافع والأسباب التي تجعل اليمنيين يذهبون نحو الهجرة، وأيضا وفي المحور الثاني سنناقش أبرز الصعوبات التي تواجه المغتربين اليمنيين في دول الخارج ومدى تفاعل السفارات والقنصليات مع قضاياهم ومشاكلهم. نبدأ باستقبال اتصالات، ولدينا اتصال من الأخت هدى طه من الصين. أهلا بك هدى. أهلا وسهلا أختي هدى. بداية من وجهة نظرك، ما الأسباب التي تجعل اليمنيين اليوم يبحثون عن أي فرصة للهجرة؟ للأسف حال اليمني حتى من قبل الحرب، واليمني يفكر في الهجرة لأي بلد في خارج اليمن حتى من قبل الحرب، فما بالك بهذه الظروف، ظروف حرب وسياسة واقتصاد واجتماع، يعني كل شيء اجتمع على بعضه على المواطن اليمني، فأكيد أنه اليمني يفكر باللجوء للسفر لأي بلاد في العالم، سواء للعيش أو للدراسة أو للعمل، رغم أنه يدرك أنه سوف يلاقي الكثير من العقوبات برا على اليمن، إذا كان حتى من بداية من وسط البلد عن طريق المعاملة والتأشيرة والجواز والسفر والمطارات والتنقل ترانزيت من دولة إلى أخرى، بس هو مضطر لهذا الشيء يعمله عشان يأمن على نفسه أو على أسرته أو عشان يلاقي فرصة عمل جيدة أو عشان حتى يدرس. فبنظير الظروف الحالية ما أعتقد أنه في يمني ما يفكرش بالهجرة برجع اليمن. طيب أنت شخصيا سبب تواجدك في الصين دراسة أم هربا من الوضع الحالي أم ماذا؟ أنا هنا في الصين للدراسة وكمان متزوجة هنا، بس أنا جيت هنا عشان أدرس. طيب أكيد أن للهجرة تداعيات، ربما
على الوطن. باعتقادك ما أبرز هذه التداعيات ونتائج هذه الهجرة على الوطن بشكل سلبي؟ بشكل سلبي أكيد في الكثير من الناس المؤهلين تأهيل عالي، في الناس الكثير من السياسيين حتى المحنكين، في كثير من الأطباء من المدرسين يعني اللي كان المفروض البلد هذه تشغلهم تستغلهم داخل البلد، لقيهم بهذا الوقت هم برا اليمن. على سبيل المثال الكثير من الأطباء البروفيشنال في اليمن حاليا لم يعودوا موجودين. أنا مثلا في تعز وعشت المعاناة في تعز. تعز في فترة الحرب لا نلاقي في المستشفى الواحد يمكن دكتور واحد فقط، فين هم أغلب الدكاترة؟ برا اليمن أو حتى على الأقل برا تعز بسبب الوضع اللي تعاني تعز. شكرا جزيلا لك هدى. شكرا لك هدى. لدينا اتصال آخر من صنعاء، عمار مرشد. أهلا بك عمار. مرحبا بك سامي. عمار، هل فكرت أن تهاجر؟ فكرة التفكير بالهجرة بشكل عام هي طموح أي أحد من الشباب اللي عايش في بلد ممكن يكون فيه صراعات أو بلد نائي ما فيش فيه أي فرص وظائف أو إلى آخره. لكن فعليا الهجرة مش موجودة من بداية الصراعات في اليمن، هي موجودة من العام 2000 يعني، وأغلب التقارير تثبت إنه في ارتفاع للهجرة في الوطن العربي ككل مش محصورة باليمن. فعليا ما فكرت إن أنا أهاجر من اليمن في الوضع اللي أنا أمر فيه، مع إنه هو الأفضل وأكبر مبرر إن أنا ممكن أهاجر فيه لأنه الوضع مش مستقر وإلى آخره، لكن لأنه أنا شخصيا عندي مبدأ وقيمة مضافة أنه هذا الوقت البلد يحتاج للكفاءات للشباب المتواجدين في هذه المرحلة في البلد نوعا ما، يعني نكون فعلا ولو 1.1% نحن نحاول مثلا في تطوير سياسات الدولة لتوفير فرص عمل ولتخفيف الهجرة، لأن الهجرة بشكل عام تضر المجتمع اللي بيهاجروا منها. طيب، من العام 2000 بحسب الدراسات التي أشرت إليها ربما كانت وبدأت رغبة الكثيرين من الشباب اليمنيين بالهجرة، الآن مع زيادة الوضع سوء بسبب الحرب الموجودة داخل البلد ربما زادت الرغبة كثيرا لدى الناس بالهجرة، هل تعتقد أن الأمور الآن ميسرة ومسهلة للهجرة أم أمام اليمنيين للأسف الكثير من الصعوبات؟ أنا من وجهة نظري ومن تجربة سابقة يعني وتجربة قريبة جدا من خلال الخروج والمشاركة خارج اليمن، من المستحيل فعليا أولا أنهم يستقبلوا اليمنيين في دول حتى فيها مشاركات مؤتمرات أو إلى آخره، كيف ممكن يقبلوهم كهجرة؟ الهجرة هي ممكن تنقسم كهجرة ممكن تنقسم كهجرة لجوء يعني تقدم للجوء. الدول أغلبها الآن مغلقة أبوابها على اليمنيين كيمنيين للعلاج أو إلى آخره، لأنه في لها سياسات خاصة فيهم، لأن إحنا جايين من دولة فيها نزاع وعلامات العالم كلها تشير أن هذه الدولة ممكن تكون مصدرة للإرهاب. بس فعليا الوضع اللي بنمر فيه إحنا الآن ما بيسمحش إن إحنا نهاجر، لأن الدول الخارجية وللأسف حكوماتنا مش ميسرة لنا الهجرة في الخارج. ويفترض إنه من سياسة الحكومة والدولة إنها تيسر نوعا ما للهجرة، السفارات والقنصليات القائمة في الدول المستقبلة للمهاجرين تعمل على استقبالهم تساعدهم تجهز ملفاتهم، بس في ظل الانقسام الموجود لدينا الان في الحكومه وظل سلطه الامر الواقع من الصعب جدا الخروج. بس عمار كيف يعني كيف تطلب من الحكومه ان تساعد ابناء الوطن على الهجره يعني تسهل لهم الامور حتى يهاجروا من البلد؟ اول شيء الحكومه تساعد نفسها على اساس تبدا تفعل على استقرار في الوضع اللي بنمر فيه، هي ممكن تستقطب الشباب يعني ممكن ما تحاول تعمل لهجرة الشباب، تبحث عن الأسباب اللي بتخلي الشباب يهاجروا، وأول أول أول سبب ممكن يكون البطالة وعدم توفير فرص عمل وما في مساواة في الحقوق. إذا هي اشتغلت على هذا الشيء في ظل بلدها اللي هي متواجدة فيه، وهذا من سابع المستحيلات في اليمن لأنه إحنا بنمر بمرحلة صراع نزاع شديد جدا داخلي وخارجي، منها ممكن الشباب ما يخرجوش، لأنه خروج الشباب من البلد اللي إحنا بنمر فيه في المرحلة هذه معناته إنه إحنا خسرنا قيمة مضافة جديدة في بلد إحنا بحاجة هذول الشباب في المرحلة الحالية، محتاجين الشباب يساعدوا في العملية الانتقالية السياسية، محتاجين يكونوا مساعدين للسلام، محتاجين كمان إنهم يكونوا مراقبين وبنفس الوقت فاعلين في توضيح سياسة أعمال الحكومة، فإذا خرجوا في الوقت الحالي من حيبدأ لنا في اليمن هذه؟ مستحيل بعدين ندور يمن حلو كويس ويرجع الخروج للخارج ويرجع نبكي، اليمن تدمرت اليمن خربت، أكيد تدمرت لأنك الآن عايش بتبنيه بناء اقتصاد طويل الدولة اللي أنت مستضيف فيها كمهاجر أو كلاجئ والدولة اللي أنت طيب أنت عمار يبدو أنك مهتم ومتابع لموضوع الهجرة، الآن ما هي الوجهات أو الدول المتاحة لليمنيين حتى يتمكنوا من الهجرة إليها؟ هل هناك دول أو وجهات معينة متاحة أم ربما كل الفرص مغلقة أمام اليمنيين؟ في دول فتحت باب الهجرة لليمن مثل كندا مثل ألمانيا، لكن أعيد وأقول لكم هذه الدول بتحط لك معايير وسياسات للمهاجرين للدولة تبعها، وإضافة لأنها ما بتستقبلش أكثر من 100 شخص إلى 200، وياخذ لك الموضوع
في اليونت ار لاكثر من 6 أشهر الى 8 أشهر لمراجعه الملفات للهجره. وانا اكلمك الان انه اغلب او النسبه الاعلى من اليمنيين اللي بيفكروا بالهجره لليمن بيفكروا بالهجره للجوء، لانه هون في مرحله اللجوء بتكون افضل للشباب انهم يقدموا ملفاتهم انه انا اطالب باللجوء للدوله الاوروبيه الفلانيه لانه انا في وضع ما بيحميش حرياتي، ما فيش امن، ما فيش استقرار، ما فيش اخره. اما كهجره للعمل او هجره الكفاءات او هجره العقول الذكيه، في الوقت الحالي صعب جدا جدا ان الشباب يطلعوا يخرجوا فيها، لانه اي دوله تحتاج ترغمك بسياسات محدده ومعايير عشان تلتزم فيها كمهاجر. شكرا جزيلا لك عمار مرشد من صنعاء. وايضا لدينا اتصال من صنعاء، سهى بيمين، اهلا بك سهى. اهلا وسهلا. سهى، باعتقادك ما هي الاسباب التي تجعل اليوم الهجره هدف اولي لليمنيين؟ والله طبعا الاوضاع بشكل عام يعني في اليمن لا تخفى على احد، الوضع متداول من كل النواحي، فالكل اكيد شيء طبيعي انه بيفكر بالهجره عشان يوصل لحياه مستقره، حياه كريمه، حياه يقدر يامنها له ولاولاده، يعني هذا الشيء اللي ما وجدوش داخل اليمن. طيب انت بشكل شخصي فكرتي بالهجره؟ طبيعي مع الاوضاع الحاليه ما فيش اي شخص يعني ما فكرش بالهجره او ما فكرش انه يحسن وضعه، الكل متضايق يعني من الوضع الحالي، الاوضاع المعيشه صعبه جدا، سيئه جدا على الجميع. فما اعتقدش انه في انسان مش مفكر في الهجره كتحسين وضع كمعيشه كريمه يعني. طيب هل تعتقد ان هناك نتائج سلبيه للهجره تنعكس على الوطن كما يرى البعض؟ تقريبا اكيد يعني هذا الشيء طبيعي، لانه افضل كوادر الدوله، العقول الشغاله، الايادي العامله اللي موجوده في اليمن تهاجر او تنتقل لدول اخرى، يعني العراقل والصعوبات اكيد بتزيد والوضع بيتدهور اكثر، فهذا طبيعي انه الوضع بيتدهور اكثر وهذا الشيء طبيعي يعني بيحصل. شكرا جزيلا لك سهى بيمين من صنعاء. ايضا لدينا اتصال من صعده، صالح، اهلا بك صالح. صالح، طيب فقط اود التذكير بان ربما من ابرز النتائج السلبيه للهجره كما يتفق البعض هي خساره العقول المهاجره الى دول الخارج والتي غادرت اليمن بعد ان ذاقت بها سبل العيش بحثا عن فرصه تتناسب مع ما تستطيع تقديمه. وهجره العقول تعتبر خساره كبيره في حق الاوطان، ياتي على راس قائمه العقول المهاجره هجره الاطباء، إذ أن هجرة الأطباء ورحيلهم كابوس يؤرق القطاع الصحي منذ سنوات، لا سيما في ظل الانقلاب الذي فاقم المشكلة برحيلهم ليصل العجز في الكادر الطبي محليا إلى 50% في القطاع الصحي. ففي الوقت الذي يتطلب فيه وجود كادر متخصص ينقذ حياة المواطنين المتضررين من الحرب. عن موضوع الهجرة وأبرز أسبابها ونتائجها وصلتنا مجموعة من الآراء من خلال الواتساب، نستعرض جزء منها. اعتقادي ان احد اسباب هجرة اليمنيين الى الخارج هو الوضع المعيشي الصعب الذي يلاقوه الفرد اليمني داخل البلد. نتيجة لعدم وجود فرص العمل، وانتشار الفقر والبطالة بشكل كبير والمساحة كثيرة من الناس. لذلك يجعل الكثير من الشباب يفكرون في الهجرة الى خارج الوطن، رغم انهم مسبق بوجود عدة عوائق ستكون أمامهم كالإقامات والإجراءات القانونية في البلد المستضيف. لذلك هم يفكرون أن يذهبوا ويتحملوا كل هذه الأعباء لأجل أن يوفروا لقمة عيش كريمة لأهلهم. الرحمن الرحيم. الأسباب التي تجعل الهجرة إلى الخارج الهدف الأول لليمنيين هي عدم وجود فرص عمل لليمنيين في بلادهم، عدم تحفيزهم على الإنتاج وزيادة الإنتاجية. أيضا الشيء الثاني هو الضغوطات السياسية والنزاعات القبلية والحروب القائمة على مدار الأعوام السابقة. أيضا الشيء الثالث والشيء المهم خاصة للطلاب اليمنيين هي عدم توفر التعليم في اليمن، التعليم السليم وخاصة التعليم العالي. لا يوجد جامعة واحدة في اليمن لديها تعليم عالي. الهجرة أو الاغتراب ليس موضوع جديد، فدائما نسمع
حديث الغربة في كل الأوقات، وأعتقد كانت أسباب اقتصادية بحتة. أما اليوم فبسبب ظروف الحرب، انقطاع الرواتب، انعدام فرص العمل، أجبر كثير من اليمنيين للبحث عن فرص عمل خارج البلد. هناك سبب آخر ربما لا يعرفها الكثير، وهو تدهور مستوى التعليم في اليمن وخصوصا الجامعي. أجبر كثير من الطلاب والباحثين للبحث عن مناخ دراسي ملائم لهم لمواصلة دراستهم، وهذا ما لم يتوفر في اليمن. سبب أخير وهو سبب أمني، وخصوصا في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيا، فلا يحتاج الحوثيون وصالح سبب ليرموك في السجن أو ليخطفوك من بين أهلك أو من وسط المسجد أو من وسط السوق. يكفي موقفك المؤيد للشرعية أو حتى تذمرك من الوضع المعيشي. إذا تابعنا هذه المشاركات من خلال الواتساب حول موضوع الحلقة والأسباب التي تدفع اليمني اليوم للهجرة. بإمكانكم التواصل معنا والمشاركة من خلال أرقام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا من خلال التفاعل مباشرة على البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. هناك تعليق للأخ فهد المخلافي يقول: لم تترك دوامة الحرب لليمنيين خيارات كثيرة، وقطع الرواتب وضاقت بهم الحال، فإما أن يقتلوا بالاشتباكات المسلحة أو أن يموتوا جوعا ومرضا أو المخاطرة بالنزوح هربا من جحيم الحرب. لذلك الكثير من اليمنيين يريدون الهجرة. مجاهد حجوري يقول: في هذه الأزمة ضروري الهجرة إلى دول أوروبا. لدينا اتصال من عدن. عز الدين، أهلا بك عز الدين. حياك الله سيدي، كيف حالك؟ الحمد لله. عز الدين، أنت الآن متواجد في العاصمة المؤقتة، هي ربما الآن العاصمة المحررة، ربما يفترض أن يكون فيها الوضع أفضل. هل تفكر بالهجرة؟ أول شيء حياك الله أخي ومساك الله بالخير، وشكرا على هذا البرنامج الأكثر من رائع. شكرا لك. وشكرا لطرحك هذا الشيء المهم وهو موضوع الهجرة. أنا قبل ما أرد على سؤالك في عندي ملاحظة بسيطة. موضوع الهجرة هو شيء طبيعي وعادي وموجود يعني من مر الزمان. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حين الهجرة إلى الحبشة، ولكن أنا أتكلم بكل صراحة وأقول التالي: الهجرة، من هي الفئة المستهدفة للهجرة؟ أو من يفكر بالهجرة؟ لاحظوا أنهم كلهم من الشباب. ليش؟ واحد بطالة، اثنين سوء تعليم، ثلاثة عدم وضع مستقبل لكل الجيل. جيل يتخرج بتعليم كله عبارة عن حشو فقط لا غير أكثر. بالنسبة للتفكير في عدن أو في صنعاء أو في أي محافظة، هو نفس التفكير. الشاب يفكر بنفس الطريقة، يبحث عن أمن وعن حياة كريمة وعن مستقبل. هذا الشيء غير موجود للأسف عندنا، موجود حاليا لا في عدن ولا في صنعاء ولا في أي محافظة. موضوع كمان آخر، الدول غائبة في الفترة الأخيرة. انتشرت مواقع كلها نصب في الفيسبوك أو على الواتس أو في حتى يمكن على مستوى الجرائد. عندهم مثلا موضوع كندا تقبل يعني بعض العمالة الماهرة أو بعض الناس وعليك أن تدفع مبلغ معين، وهذا كله نصب. وأنا أتكلم معك من خلال تجربتين من الهجرة، التجربة الأولى والتجربة الثانية. أوصل لداخل أوروبا ويرجعونا من المطار بسبب أن أنا أحمل الجواز اليمني رغم أن أوراقي كلها سليمة. يعني أنت جربت موضوع الهجرة، جربت أن تغامر؟ نعم، غامرت مرتين. طيب يعني ما الذي حصل؟ ضعنا في التفاصيل لو كان هناك إمكانية. أنا طبعا المرة الأولى كانت في عام 2005، وكان عبارة عن رحلة رسمية جديدة لأحد الدول الأوروبية، ومريت بمطارين أوروبيين، وعندما قدمت الطلب للجوء تم رفضي لأنه كان في حينها تشهد يعني بعض المدن حالة من الانفلات الأمني أو التفجيرات، وكان ذيك الأيام في نهاية 2005، وكانت المدينة هي ألمانيا، وتم الرفض نتيجة إنه السن والجواز. أنا يعني تقريبا كنت ذيك الأيام في حوالي 25 إلى 26 سنة. طيب والمحاولة الثانية في أي عام كانت ربما؟ هل جربت مرة ثانية في الأيام الأخيرة مع الحرب الأخيرة مع الأحداث الأخيرة؟ نعم عام كم؟ تجربة كانت الأخيرة قبل عام بالضبط في ديسمبر 2016، يعني قبل أقل من 8 أشهر. إلى أين وصلت؟ وصلت إلى البوابة حق أمستردام، وتم إعادتي من داخل المطار. أعادوك من مطار أمستردام؟ عادونا من داخل مطار أمستردام بنفس الرحلة الذي رجعونا فيها للهند.
ومن الهند عدت إلى عدن. طيب ما المبرر؟ ربما هولندا تتاح في هولندا ربما من الدول التي تتاح فيها فرصة بمجرد وصول اليمني إلى أحد مطاراتها. هذا اللي بكلمك عليه، لأن نحن نعيش في كذبة اسمها أن الدول الأوروبية ترحب. الدول الأوروبية تغيرت، نظام الهجرة تغير، صار الموضوع مش يعني حقوق إنسان، صار الموضوع من أنت وإيش تحمل وإيش جنسيتك وإيش جوازك ومن فين واجي. نحن للأسف من يعني حطون إحنا في خانة الدول المصدرة للإرهاب، وهذا ظلم، هذا ظلم بحق اليمنيين. طيب نصيحة من عز الدين. أهل السلم والسلام. طيب عز الدين نصيحة من لمن يفكر من الهجرة ويستمع الآن إليك، هل يعني يفكر بموضوع الهجرة؟ هل يبذل أي جهد؟ أم ربما وفق تجربتك أنت كل الأبواب مغلقة وموصدة أمام اليمنيين؟ أنا مع الهجرة السليمة المرتبة المنظمة، كانت الهجرة اللي هي ضم الشمل العائلي أو الهجرة اللي هي تدخل بطريقة رسمية يعني عبر الدراسة. اما الحكايه انه عبر اشخاص او سماسره، اقسم لك واجزم لك انه عباره عن نصب، وممكن ترجع وتخسر اللي اولك واللي خلفك. وللاسف اقولها بكل امانه، مكاتب انتشرت في الاردن بحكم انها المنفذ الوحيد لليمنيين تدعي انها ممكن تسهل لك الدخول الى كندا، وممكن بس تدفع 7000 دولار، وهذا كله فيلم، هذا كله يعني محض من الخيال. طيب أشكرك جزيلا عز الدين، أشكرك جزيلا عز الدين صالح، وأشكرك على مشاركتك لنا تجربتك حول موضوع الهجرة، وتجربتين كانت لك بمحاولة السفر إلى أوروبا، التجربتين فشلت. شكرا جزيلا لك. لدينا اتصال من تعز، الأخ أشرف، أهلا بك أشرف. أهلا أخي سامي. أشرف، تفكر بالهجرة، وباعتقادك ما هي الأسباب الآن التي تدفع اليمن للهجرة؟ وهل الفرصة متاحة للهجرة؟ هل الموضوع سهل؟ بالنسبة لي كمفكر في الهجرة هذه أبدا، وأنا رفضتها وسأتطرق للحديث فيها حاليا. أما أسباب الهجرة، هي شعور الإنسان اليمني بالقلق من تطور الأوضاع في بلده، سواء اتخذ هذا القلق منحى سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي. في الأخير ترتبط كلها وتفرز لنا مهاجر، كان لاجئ سياسي أو مهاجر يرى الحرب. ولا ننسى ألف المغتربين اليمنيين الذين هاجروا بسبب عدم توفر فرص العمل أيضا، وحاليا يقوم غالبية الشعب على حوالاتهم، وسنعاني من حوالاتهم مستقبلا طبعا عندما نجد أنها صنعت جيش من العاطل. طيب أنت لماذا رفضت فرص المتاحة لك للهجرة؟ ما دوافعك للرفض؟ أحد أبرز الدوافع طبعا ربط فكرة النزوع إلى كندا قبل أسابع عندما ناقشها أخي معي قبل قرابة أسبوعين بسبب واحد، طبعا منظوري الشخصي أن التسويق للهجرة في الفترة الحالية سواء في اليمن أو غيره هو عبارة عن ترويج تقوم به لوبيات معينة لصالح قوى إقليمية تلعب من أجل. لحظة يا شرفي، كان معك فرصة أنك تهاجر كندا ورفضت؟ لا، وناقشها معي من أجل إنه من أجل هل يعرف رأيي مباشرة، رديت له برفضي تماما للفكرة، ولحد الآن عاد وما زال يحاول وأنا رفض الفكرة. علشان يقبل يا أشرف، سافر لك كندا أحسن. صعب جدا إنك تترك بلد درست وتعلمت من أجل تبني فكرة معينة، وحاليا تجي تنسف كل الشغل هذا بهجرة، من الصعب جدا مهاجرة الوطن. طيب يعني أنت تتفق مع الطرح الذي يقول ربما أن الهجرة هي تؤثر بشكل سلبي على الوطن، لأنه هجرة العقول المنتجة والمفيدة للمجتمع؟ هذا بالطبع شيء غير قابل للتفكير أو للنقاش. طبعا الدول الأوروبية حاليا اصبحت فكره النزوع قضيه راي عالميه، حتى ان الدول التي كانت وقعت على استقبال نسبه معينه من اللاجئين حاليا بدات تتنصل. ليش؟ لانه وجدت المهاجرين هؤلاء بدون مؤهلات ولا اي شهادات، وهي لا تريد الا مهاجر يحمل شهاده وفي في في مجال تعليمي معين. طيب شكرا جزيلا لك اشرف من تعز. نذهب الآن لاستعراض بعض المشاركات والآراء التي وصلتنا من خلال الفيسبوك حول الموضوع. الأخ فوز يقول أسباب الهجرة خارج اليمن إلى خارج اليمن. طيب
فواز يقول أسباب الهجرة هي تفشي الفساد الذي يسكم الأنوف والمحسوبية وانعدام الأمن وانعدام القانون، والتي تكون نظام القبيلة، أن نظام القبيلة يقصد أصبح أقوى من نظام الدولة، والحروب التي لا تنتهي. هذه هي الأسباب من وجهة نظر فواز. مشاركة أخرى، محمد الأديمي يقول نقطة لا يختلف عليها اثنان، فالسبب الرئيسي للهجرة هو البحث عن فرص عمل مناسبة لطموحاتهم ورغباتهم ومؤهلاتهم، فالظروف الاجتماعية وانعدام فرص العمل أصبحت عائق يقف أمام كل شاب يمني يبحث عن تحقيق أحلامه في ظل هذه الظروف المتردية، بالإضافة إلى انعدام الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير. مشاركة أخرى، شمس الدين يقول السبب الرئيسي والذي تتفرع منه عدة أسباب الحرب، ثانياً اللجوء لأسباب أخرى من ضمنها الحرية الفكرية والفقر. مشاركة أخرى، هاشم يقول إذن الأسباب التي عايشناها الآن مش مقنعة، يبقى خلاص خلينا ما نسافرش. طيب، مشاركة أخرى، أبو عزام يقول الأول والأخير بإيمانهم بحق العيش ولحبهم للحياة وتأمين مستقبل أفضل لأولادهم وليشعروا بأنهم منتمين للبشرية. طيب، لدينا اتصال. إذن لدينا اتصال مع الأخت سبا المعلم المتحدثة باسم الأخ سبا المعلم عفوا المتحدث باسم الهجرة الدولية في اليمن. ألو. طيب، فقدنا الاتصال. ربما ننتقل إلى المحور الثاني، فبعد أن ناقشنا أبرز الأسباب التي تجعل من الهجرة الهدف الأول لمعظم اليمنيين، سنناقش في المحور الثاني أبرز الصعوبات التي يواجهها المغتربون اليمنيون في دول المهجر. قبل الشروع في استقبال الاتصالات، نذكركم بإمكانية المشاركة معنا من خلال الأرقام الموضحة أسفل الشاشة، وأيضا من خلال التعليق المباشر على البث المباشر. فقط وقراءة تعليقات على البث المباشر، يقول الأخ علي صالح أن الحرب هي السبب الرئيسي للهجرة وأيضا للبحث عن حياة كريمة له ولعائلته. يحيى مهاوش يقول بسبب المعيشة التي وفرها لنا الساسة والمتحزبين من حرب ودمار وتهجير. جمال يقول يا أخي قد هاجرنا ولم نستفد شيء سوى التعب والبهذلة. ماجد يقول يا أصحاب أن البلد ليس فيها فائدة. الأخ أيضا يقول بسبب اختلافاتنا خربت اليمن. طيب، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من برنامج المنصة. من جديد أهلا بكم. لا شك أن العامين الأخيرين كان الأصعب على المغتربين اليمنيين في الخارج، إذ أن إجراءات الحصول على الإقامات وتجديدها أصبحت في غاية التعقيد، إضافة إلى زيادة المسؤولية الواقعة على عاتقهم تجاه أهاليهم في اليمن، والتي انقطعت سبل رزقهم وتوقف صرف الرواتب وارتفعت الأسعار وتردت الأوضاع المعيشية. عن أبرز الصعوبات التي واجهها المغترب اليمني في دول المهجر، وصلتنا مشاركات على الواتساب، سنستعرض بعض منها، لكن بعد هذا الاتصال. لدينا اتصال، عمر. عمر أنور، أهلا بك أنور. أهلا وسهلا، مرحبا بك أنور. أنت في روسيا حيث ما أنت، ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم كمغتربين يمنيين؟ بداية شكرا جزيلا لتسليط الضوء على المعاناة المستمرة، سواء كان يعني مغترب يمني أو مبتعث يمني أو غير ذلك. طبعا اليوم نبدأ بقصة كذا صغيرة، إنه اليوم رحت أجدد فيزتي للدراسة في الجامعة هنا. الجامعة رفضت تجديد الإقامة، وذلك بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية، وأعطتني مهلة إلى تاريخ 15 من الشهر. إذا لم أقوم بتسديد رسومي الدراسية ستقوم الجامعة بفصلي وتزهيري من روسيا. طبعا المعاناة، معاناة المواطن اليمني أو سواء كان طالب أو مغترب، هي معاناة كبيرة جدا وممتدة منذ فترة طويلة. بوجهة نظري أنه الدور السلبي للسفارات والتعامل اللامسؤول مع المواطن اليمني في بلدان المهجر أثر تأثير سلبي كبير جدا على حياة المواطن اليمني، سواء كان طالبا أو كان مغتربا أو غير ذلك. على سبيل المثال، السفارة اليمنية ممثلة بالبعثة الدبلوماسية في روسيا غير معترف بها من الجهات الحكومية الروسية، وكأبسط مثال أن تقوم الجامعة برفض أي أوراق
أو ضمانات ترسلها السفارة اليمنية في موسكو إلى الجامعات، وتعتبر ذلك يعني أمر غير مقبول فيه، تحكي بالأمر بالكلمة الواضحة نحن غير معترفين بسفارة الجمهورية اليمنية، وذلك لأننا فقدنا المصداقية بالسفارة اليمنية من كثر الوعود وكثر الضمانات التي قامت السفارة اليمنية بإرسالها إلى الجامعات. أصبحت الجامعات تعاملنا تعامل سيء للغاية، التعامل السيء أثر تأثير سلبي على حياتنا كطلاب يمنيين، أثر على تحصيلنا العلمي. إذا كان تعامل السفارة اليمنية مع الجامعات الروسية بهذه الطريقة، فبالله كيف يكون تعامل الجامعات الروسية معنا نحن كطلاب؟ إذن هذا هو الوضع الذي وصلتم إليه. ربما ليس المغتربين اليمنيين فقط، ليس الطلاب اليمنيين في روسيا من فقدوا الثقة بالسفارة وممثلي الخارجية اليمنية في روسيا، أيضا الجامعات الروسية للأسف. نعم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. ولدينا اتصال آخر، وربما أنت شرحت ووضعتنا في الأزمة والمعاناة الحاصلة لكم كطلاب، ربما ركز على موضوع تأخر الرواتب ومستحقاتكم ومصاريفكم الدراسية وتأثيراتها وتداعياتها على وضعكم الدراسي. شكرا جزيلا لك، ونتمنى أن يتم الالتفات إلى هذه القضية والاهتمام بها. لدينا اتصال من الأردن، الأخ بكر النصيري. أهلا بك بكر. الله يسلمك، حياك الله. بكر، في الأردن هو كيف هو وضعكم كمغتربين؟ هل هناك تسهيلات لكم؟ وإلى أي مدى هناك تفاهم وتعاون من السفارة واهتمام بقضاياكم كمغتربين في الأردن؟ مما لا يخفى عليكم أن المواطنين اليمنيين في الخارج هم أكثر فئة مهمشة ضمن إطار المجتمعات التي يعيشون فيها. بتكلم عن المواطن اليمني في الأردن بحكم اطلاعي على أوضاعهم. الأردن تعتبر من أغلى بلدان العالم من حيث المعيشة، ولكنها تعد محطة العبور والملاذ الأول لليمنيين. فاليمنيين فيها يعني أصناف، منهم من أتى للعلاج، ومنهم من أتى بحثا عن عمل، ومنهم من أتى بحثا عن لجوء، والطلاب كذلك، ومنهم من لديه قدرة مالية يعني يستطيع أنه يستخرج إقامات التي تعد بمبالغ باهظة. ومن أبرز الصعوبات اللي بتواجه اليمنيين في الأردن هي عدم السماح لليمنيين بالعمل في الأردن بشكل قانوني، سواء في بعض الأعمال بس في المطاعم والمقاهي، وكذلك بتستخرج لهم التراخيص بصعوبة. ثانيا، عدم قبول مفوضية اللاجئين لاستيعاب اليمنيين المقدمين ملفاتهم لديها، وذلك أسوة بالسوريين، حيث أن اليمنيين صنفوا كمواطنين شتات في الخارج، يعني في الأمم المتحدة صنفوهم كمواطنين شتات، يعني لا هم لاجئين ولا مقيمين ولا يعني صفة قانونية يتسموا بها في أي بلد. ثالثا، يعني تعرض اليمنيين القادمين للعلاج في الأردن للابتزاز من قبل المستشفيات دون رحمة للوضع الإنساني الذي يعيشه اليمنيين، ودون أي تعاون من قبل الملحق الطبي كونه على علاقة بالمستشفيات الأردنية. طيب، يعني أنت عن تجربة شخصية حصل لكم موضوع أو قصة وربما كنتم بحاجة الملحق الطبي في الأردن ولم يتعاون؟ يعني مطلع بشكل تام أنه في مستشفيات في الأردن يعني على تنسيق وعلاقة بالملحق الطبي، ما بيقدمش أي تسهيلات أو تعاون مع اليمنيين يعني اللي بيجوا للعلاج. طيب، شكرا جزيلا لك بكر، كنت معنا من الأردن. لدينا اتصال من الهند، الأخ عبد الملك إسماعيل. أهلا بك عبد الملك. اهلا وسهلا ومرحبا بكم على استضافتي في هذا البرنامج الرائع. اخي شكرا لك عبد الملك. ابرز الصعوبات التي تواجهكم كمغتربين في الهند؟ ابرز الصعوبات التي نواجهها هنا كطلاب، اولا تقصير الحكومه اليمنيه وعدم متابعه السفارات الجمهوريه اليمنيه في الهند لمعظم مشاكل الطلاب. اضافه الى ذلك، كثيرا ما نسمع على ان عدد الامراض الذين يصلون للهند لا يتلقون العنايه الكافيه من القائمين في السفاره ومتابعتهم في المستشفيات، مما يجعلهم متعرضين للابتزاز ودخولهم في ذو من اصابات لابتزازهم. وعند اخبار السفارات او الملحقيات في هذا الموضوع لا يجد احد سواء كان طالبا او مريضا في الهند التعاون الكافي من قبل الحكومه والسفاره هنا. طيب، شكرا. ثانيا
من ضمن الصعوبات التي واجهها الرجوع إلى الوطن، مشكلة صعبة يواجهها الطالب، مثلا يضطر إلى الانتقال إلى أكثر من 3 إلى 4 دول حتى يعود إلى وطنه، وعدم وجود وسائل مناسبة حتى يصل المواطن إلى بلده بعد إكماله دراسة أو عند عودته إلى أهله لأخذ إجازة، بسبب ارتفاع التكاليف الذي قد تصل إلى $800 تكاليف العودة والانتقال عبر 3 إلى 4 دول. هذه من أبرز المشاكل التي يواجهها الطالب هنا. وهناك الكثير من المشاكل التي يعانيها طلاب الماجستير والدكتوراه، تأخر المستحقات للطلاب وتأخر العناية الكافية من وزارة التعليم العالي للطلاب الموفدين إلى الهند، وكذلك عدم التعاون معهم بالشكل اللائق بهم كطلاب وباحثين سواء في الماجستير أو الدكتوراه. شكرا جزيلا لك عبد الملك، كنت معنا من الهند. قبل أن ننتقل لقراءة مشاركاتكم عبر الواتساب حول هذا الموضوع وأبرز الصعوبات التي تواجه المغتربين اليمنيين، نقرأ هذه المشاركة وصلتنا خلال البث المباشر على الفيسبوك للأخ أبو إسلام. هشام الحداد يقول: من أبرز الصعوبات ومن المخجل جدا أن يكون لديك سفارة اسم بلا فائدة خاوية على عروشها ليس لها أي صلاحية، ربما لديهم صلاحية لكن ليست لديهم رغبة لخدمة اليمنيين وللعمل في المواقع التي هم فيها المفترض كخدمة لليمنيين في السفارة والقنصلية اليمنية في الخارج. مشاركات الواتساب المشاركة أولى. اليمني صعوبات في بلاد المهجر اللي هي أبرزها صعوبة الاندماج في المجتمع من حيث اللغة، من حيث اللغة ومن حيث المهارات والخبرات التي تؤهله لسوق العمل، يعني حيث التعليم في اليمن التعليم الفني والمهني يعني ليس بذلك القدر من الكفاءة اللي يجعلك انك قادر على ان تحصل على فرصة عمل جيدة في بلاد المهجر، بالإضافة الى يعني عدم تعاون التعاون اللي هو من السفارات ومن الجاليات اليمنية في مع المغترب اليمني في بلاد المهجر، هذا يضاعف من المشكلة الحقيقية للمغترب اليمني. الحقيقة ما يعانيه المغترب اليمني هو عندما يكرر السفر من أرض اليمن إلى أرض المهجر والعودة من أرض المهجر إلى اليمن، يظل عالقا لأيام في المطارات بسبب عدم توفر شركات الطيران ووسائل النقل. المشكلة الأخرى هي إغلاق بعض المنافذ البرية. إذن كانت هذه مشاركات عبر الواتساب حول أبرز الصعوبات للمغتربين اليمنيين في الخارج. أيضا لدينا مشاركات وصلتنا من خلال الفيسبوك، نقرأ هذه المشاركات. الأخ أحمد يقول: بالنسبة للصعوبات كثيرة، منها أهم شيء الفيز، نحن الطلاب قد نحصل على الفيز بسهولة لكن بعض الأحيان تحدث مشاكل ويضطر الطالب أن يسافر خارج البلاد كي يتم التجديد والمعاملة من جديد. ثانيا عدم توفر فرص عمل، كونك طالب لا تستطيع العمل وإذا تم الإمساك بك من الجوازات ستعرض نفسك للمساءلة القانونية وربما للترحيل. أيضا يقول: البعض لديه فيز عمل ولديه دخل أيضا لكن الدخل لا يتناسب، يقصد مع وضع البلد، يعني العامل يستلم 2000 رينجت من الاحتمالات يتم صرف المبلغ كامل بالشهر، أكل وشرب وسكن ومواصلات، هذه كلها من حال مرتب وصعوبات كثيرة. لدينا اتصال. جار الله من روسيا، أهلا بك جار الله. أهلا وسهلا، مساءكم سعيد. بداية نشكر قناة بلقيس على نقل ما يعانيه الطالب والمغترب اليمني بشكل عام في الخارج. لا أخفى على أحد ما يعانيه الطالب في روسيا بشكل خاص وفي مختلف دول الابتعاث. نواجه عزيزي تأخر صرف الأرباع والمستحقات المالية الخاصة بنا التي بالكاد تكفي للإيفاء بالتزاماتنا الدراسية، لنواجه بعدها مأساة عدم قدرتنا على توفير تكاليف المعيشة والمأكل والمسكن. المستحقات التي يفترض أن تصرف كل 3 أشهر حسب اللوائح المحددة من قبل وزارة المالية والتعليم العالي تصر إلا أن تتأخر كثيراً، حتى أنه الآن نقترب من منتصف شهر 8 ولم يصرف لنا إلا ربع واحد، والمفروض أنه استلمنا الربع الثالث. مثالا أنا وثلاثة من زملائي في جامعة فولجيغراد الطبية الحكومية حرمنا من دخول الامتحانات النهائية ومهددين بالفصل إذا لم ندفع إلى نهاية الشهر الجاري. حاولنا كثيرا أن نتصل بالملحقية الثقافية ممثلة بالدكتور أنور الصبيحي لحل مشكلتنا،
لكن للأسف أعذار واهية وكذب دائم ووعود شبعنا منها بعد 10 أيام بعد أشهر وبالأخير تذهب أدراج الرياح. صديقان قبل حوالي 8 ساعات من الآن اتصلت عليهم الجامعة عشان يحددوا الإقامة، ولتجديد الإقامة وكما هو متعارف لابد للطالب أن يدفع الرسوم الدراسية. تكلم لهم صديقي أن الرسوم لم ترسل بعد ومنتظرين تغريدات بندغر كالعادة، وأيضا اتصل بالسفارة عشان ترسل ضمانة، لكن قالت وبالحرف الواضح: لم نعد نثق بسفارتكم، لا نعرفكم إلا أنتم، ادفعوا الرسوم أو ارحلوا من جامعتنا. إذن هو تكرار هذه النقطة وهذه الملاحظة ذكرها متصل سابق أحد الطلبة المبتعثين في روسيا. نتمنى أن يتم الالتفات إلى معاناتكم والاستجابة لهذه المطالب. شكرا جزيلا لك. ولدينا اتصال من تركيا، الأخ حفظ الله من تركيا. أهلا بك حفظ الله. أهلا وسهلا بكم أخي حفظ الله. في تركيا باعتقادك ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه المغتربين اليمنيين؟ اولا اشكر قناة بلقيس على التطرق لهذه القضيه، قضيه المغتربين اليمنيين بشكل عام. في تركيا واجهتنا في الاونه الاخيره قضيه ان السفارات او القنصليات التركيه في الخارج لا تقبل معاملات اليمنيين الذين ياتون هنا للعمل او للدراسه حتى او لاي غرض اخر. عديد من اليمنيين اتوا او راحوا للقنصليات وخاصه القنصليه اليمنيه في القنصليه التركيه في جده، فرفضت معاملتهم في الأشهر الأخيرة وفي الأيام الأخيرة بدون ذكر أي سبب. وحتى عند مراجعة القنصلية في جدة أبدوا استعداد كبير على التعاون، لكن بدون ذكر أي سبب لماذا لم تقبل هذه المعاملات أو هذه الملفات للمغتربين اليمنيين. بالتأكيد هذه أحد أبرز المشاكل التي ظهرت في الآونة الأخيرة، لكن هناك أيضا مشاكل كبيرة يعاني منها المغترب اليمني هنا في تركيا. بدءا من طبعا أنا استمعت إليكم قبل قليل مشاكل الطلاب بشكل عام، وهنا أتت مشاكل الطلاب الذين أتوا بعد الانقلاب بشكل خاص. هناك أيضا مشاكل يواجهها المغترب اليمني عبارة عن التعامل مع الطيران أو عند العودة إلى الوطن، يواجه هناك كثير من المشاكل والمتاعب. أنا من الأشخاص المتضررين، 4 سنوات هنا في تركيا لم أستطع العودة إلى اليمن بسبب التكاليف الباهظة والكبيرة الذي تحملنا إياها الخطوط الطيران، بدءا من الانتقال من بلد إلى بلد، مثلا الانتقال إلى السودان ومن ثم إلى أماكن أخرى. فهناك كثير من الصعوبات نواجهها، فهذه تقريبا هي أبرز الصعوبات التي نواجهها. أشكر لك إجمالك لكل هذه الأسباب والصعوبات، مضطر لمقاطعتك حفظ الله، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة، وفيما تبقى من وقت سنعرض لكم فيديو من خلال فقرة أنت المراسل. الفيديو يقدم جزء من معاناة بعض الشباب اليمني الذين حاولوا الهجرة ودخول اليونان للهجرة بطريقة غير شرعية. نتابع هذا الفيديو. بصير كيف الطابور للاكل بصير. مطابورين الان للاكل. هذا الطابور حق الاكل. اذا هو قلبي شوف احنا الان بالغابه. غابه ولا حد قد دخل، كل خطوط عنكبوتات كله. خرجنا من الشارع الان يمكن 4 ساعات ان شاء الله نطلع للجبل، بس ما نجيش نجزع على الشارع. بس نكتشف ان شاء الله خير. الله البليس جاي. لا 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 لا. جو جو. إذن بهذه المادة وهذا الفيديو وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج الزميل عمر النهمي. في أمان الله.